السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الديسير بالفريز كيجي زوين بزاف وخاطر. المكونات ديالو بسيطه، هنا عندي واحد نصف لتر ديال الحليب، هذاك نصف لتر ديال الحليب غنعزل منه واحد كاس العلبه ديال الحليب اللي غادي نخليه بوحدو كما شفتو، والطبقي غادي ندير فيه علبه ديال الفلون ديال الفريز مع واحد معلقه السكر. بالنسبه للسكر تقدروا ديروا جوج، الا عندكم الفريز شويه حامض ديروا جوج معالق، الا كان عندكم الفريز هكا حلو ديروا هي معلقه راه كافيه، حيت مازال غنستعملوا غنضيفوا له واحد مكون اخر حتى هو كيكون فيه السكر. هنا ضفت داك الكيس ديال الفلون ديال الفريز مع معلقه كبيره ديال السكر، غادي نديرهم على نار مهيله حتى كيبدا يغلى ونرجع لكم. صافي البنات كما شفتوا هنا من بعد ما طلعت الغليه فيه غادي نوضعوه في واحد الزلافه باش يبرد. بعد ما كتوضعوه في هاد الزلافه هادي غادي تخليوه يدفى شويه، تدخلوه للثلاجه باش يبرد لكم مزيان. الوقت اللي غادي يبرد غادي نقطع داك الفريز كما شفتوا، درت انا هاد الكميه، نتوما ديروا الكميه اللي عندكم وحتى المكونات تقدروا تضعفوهم، لان هاد التحليه هادي ما تعطيش واحد الكميه كثيره ولكن كتجي زوينه بزاف، فلا ضعفتو يكون حسن. هنا كما شفتوا غادي نقطع هذاك الفريز، غادي نقطعو مربعات صغيره لان ما غاديش نطحنو، ولكن فاش غادي يبرد لي فلون غادي نضيف له هاد الكاس ديال العنبه ديال الحليب بارد وهاد العلبه ديال هاد الجبن هذا بالفراوله. الا ما عندكمش هاد الجبن ديروا جوج حبات ديال الكيري حتى هما قادين غاره، حتى هما كيخطروا كيعطيو واحد المذاق زوين في هاد الديسير هذا. صافي هذا هو الطريقه ديال هاد الديسير. دابا غادي نخليه يبرد ونرجع معكم. صافي البنات من بعد ما برد لي هاد الفلون هذا غادي نعملوه في الخلاط الكهربائي ونضيف له هاد العلبه ديال الياغورت بالفراوله وهاد الكاس ديال الحليب ونطحنهم. غنطحنهم غير هما، ما غاديش نطحن الفخيز. الفخيز قطعته مربعات صغيره كما قلت لكم. الا ما عندكمش هاد العلبه هذه ديال هاد الياغورت هذا تيكون فيه الجبن ديروا جوج ديال كيري ولا ثلاثه الحبات وكطحنوهم. غنضيف داك الكاس د الحليب اللي خليت، كتبقى على حسب الخطوريه اللي بغيتو، الا ما بغيتوش خاطر بزاف كديروا غير نص كاس. دابا غادي نطحن هادشي ونرجع معكم. هانتوما البنات هذا هو الخليط، هانتوما شفتوا كيفاش كيولي. انا ممكن بغيش يكون عقد بزاف وفي نفس الوقت عاوتاني ما يكونش جاري باش كيجيكم يعني بحال 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 كتاخذوا الياغورت. غادي نفرغوه فوق من هاد الفريز. الفريز انا درت رابعه، صافي غادي نخلط مزيان وكنوضعوهم في الكؤوس. هذا هو الشكل النهائي ديال الديسير ديالنا ديال اليوم، راه كيجي زوين بزاف وخاطر وغادي يعجبكم. بالنسبه للحلاوه راه داك الكميه اللي درت السكر جات كافيه، يعني داك الدانينو اللي شفتو حتى هو راه حلو، والفخاز الا عندكم حلو راه يجيكم هي ديك ما تكثروش بزاف السكر باش يجيكم زوين. ها نتوما نوريكم القوام ديالو كما شفتوا البنات، هذا هو القوام ديالو. ها نتوما راه كيجي خاطر، قد ما خليتو شي شويه يبرد كيجيكم خاطر، وبغيتو يجيكم خاطر كثر غادي تنقصوا شويه الكميه ديال الحليب السائل اللي كتضيفوا فاش كطحنوا داك الفلون ديالكم. كنتمنى ان شاء الله الدسير يعجبكم ونشوفكم فيديو جديده. والسلام عليكم.